الرد على ادعاء تشابه سفر أعمال الرسل مع كتابات أو القصص اللي مكتوبة عن ديونيسوس، وبخاصة اللي موجودة في سفر أعمال الرسل. بمعونة الرب هقدم لكم شبهة ادعى البعض فيها من الكتاب الغربيين تشابه سفر أعمال الرسل، وبخاصة قصة ظهور الرب يسوع المسيح لشاول في طريقه إلى دمشق، يدعوا أن هي متشابهة مع الكتابات التاريخية عن ديونيسوس وزي باخية اللي هو جاي من اسم باخوس، ويدعوا أن ده دليل أنه الحاجات دي مأخوذة في أعمال الرسل، مأخوذة أصلا من قصص ديونيسوس أو باخوس. طبعا في البداية أرجو الرجوع للكلام اللي اتكلمناه من شوية صغيرة، الجزء الأول والثاني، على هل فعلا المسيحية يوجد تشابه أو أخذت أي شيء من أسطورة ديونيسوس، لأنه اللي قدمته في الملف ده من أدلة عن الأسطورة القديمة قبل الميلاد كافي تماما للرد. وبعد أن عرفنا أن قصة ديونيسوس لا يوجد فيها أي شيء يشبه المسيحية، وأعتقد ده واضح بداية من الميلاد من فخذ زيوس إلى لغاية ما هو انتهى أن هو تحول إلى نجم اللي هو ديونيسوس، لكن أكمل بعض الأشياء وأرد خاصة على موضوع سفر أعمال الرسل في هذا الجزء. اللي قال هذا الادعاء حديثا يعني ناس كتير قالوه، لكن الأبرز فيهم واحد اسمه جون موليز، دي صورته قدام حضراتكم. هذا الشخص هو واحد أو من أشهر الناس اللي ادعوا هذا الادعاء. ملخص تشابهات المزعومة بتاعته بيقول: بصوا لقيت كل التشابهات دي ما بين أعمال الرسل وما بين أعمال أو الحاجات اللي رويت عن ديونيسوس. التأثير التشويشي لإله جديد، ولو ركزت في كل النقاط هتلاقوها لو أي عقيدة طلعت جديدة النقاط دي كلها تنطبق عليها، بس معلش نعديها. إجراءات اليهود ضد الإله الجديد وأتباعه، فبيدعي أن ده تشابه. عبودية الإله الجديد وأتباعه. سجن أتباع الإله الجديد، هروبهم المعجزي من السجن، الطقوس الإلهية، تحذير من اضطهاد الإله الجديد أو أتباعه هو قتال ضد الله، تحذير مباشر بواسطة الإله الجديد الغير معترف به إلى المضطهدين، القتال ضد الإله بواسطة مضطهدين الإله، السخرية من الإله الجديد وأتباعه، الصراع الإلهي البشري العام، المضطهدين الملكيين، الاضطهاد الملكي الذي يعاند وينسب الإلوهية لنفسه، التدمير الإلهي للمضطهد الملكي الأثيم، ورفض الإله الجديد من قبل خاصته الذين عاقبهم بشدة، تدمير القصر والمعبد، تمسك النساء بالعقيدة الجديدة، تصاعد العقيدة الجديدة. بيقول بصوا كل دي تشابهات. إيه رأي حضراتكم؟ الحقيقة قبل ما ندرس النقاط دي باختصار أوضح أنه لا يوجد أي تشابه ما بين سفر أعمال الرسل وما كتب عن ديونيسوس وأساطير ديونيسوس، وبخاصة في الموضوع بتاع معلمنا بولس الرسول وظهور الرب يسوع المسيح لمعلمنا بولس الرسول في طريقه إلى دمشق، وبخاصة أيضا أن احنا نقارن ما بين أحداث تاريخية حقيقية حصلت مع رسل المسيح ومذكورة في التاريخ من كتاب مسيحيين وغير مسيحيين كأحداث تاريخية حصلت وتسجلت في كتابات زي يوسفوس اللي اتكلم عن تلاميذ المسيح وغيره وأيضا الآباء، وبنقارن ما بين أسطورة خيالية لم تحدث أصلا والكل متأكد من ذلك، بل كمان هذه الأسطورة مستمرة في التغيير. ولو وجد أي تشابه فهو أي تشابه عام لمقاومة ألف أي فكر جديد، ولما نقرأ النص الكلام مع بعض هنتأكد. وزي ما كررت المرة اللي فاتت أكرر المرة دي، ديونيسوس ده هو ليس شخص حقيقي وملوش أعمال حقيقية، ده أسطورة، أسطورة انتشرت، فأي أحداث يتكلم عنها المشكك هي بيتكلم عن أساطير، أما اللي بيتكلم عنه سفر أعمال الرسل ده حقائق تاريخية مثبتة في الآثار وفي المؤرخين الغير مسيحيين وأقوال الآباء المسيحيين، فما ينفعش تقارن حاجتين ببعض. إزاي تقارن ما بين أسطورة وحاجة تاريخية حصلت؟ تقارن بين أسطورة وأسطورة. يعني لو جبت أسطورة ديونيسوس وقارنتها بأسطورة حورس أو أسطورة هيركليز أو غيره من الأساطير، ماشي أنت بتقارن ما بين أسطورتين،
لكن تقارن ما بين أسطورة ديونيسوس وحاجات تاريخية حصلت مذكورة في أعمال الرسل إزاي؟ أيضا أسطورة ديونيسوس اللي انتشرت في أزمنة مختلفة بأوجه مختلفة لأنها عمل تمثيلي، لكن نص الكلام بيختلف من زمان لآخر والتفاصيل بتختلف من زمان لآخر، وجزء كبير منها زي ما قدمت لحضراتكم بدأ يضاف من بعد القرن الثاني الميلادي. فزي ما يقول كتاب أورفيزم اللي استشهد بيه بعض المشككين، الكتاب ده نصا بيقول أشعار قصة ديونيسوس مرت بمراحل تطوير من اليونان للرومان بعد الميلاد في القرن الثاني والثالث الميلادي، وأدخل فيها أشياء مقتبسة من المسيحية. يعني يقتبسوا من المسيحية ويرجعوا يقولوا ده يوجد تشابه يبقى المسيحية محرفة. طب تقولوا إيه؟ آسف في المثل الشعب اللي بيقول ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يسرقوا من المسيحية اللي هم عايزينه ويرجعوا يقولوا يبقى المسيحية محرفة لأنها متشابهة مع الحاجات اللي زي دي. زي بالظبط الإسلام اللي عمله الإسلام. سرق من المسيحية واليهودية كتير جدا جدا ويرجع يقولك المسيحية محرفة. طب تقول إيه؟ آدي نص الكلام أهو في المرجع اللي استشهد به بعض المشككين، وآدي التأكيد إن الكلام ده أضيف في القرن الثاني والثالث الحاجات اللي أخذت من المسيحية. أيضا كاتب الكلام اللي هو نقل عن جون مولي لا يجادل في نقطة إن الكلام اللي مكتوب في باخيا أو عن باخوس أو ديونيسوس هو مقتبس أصلا، لو في أي تشابه هو مقتبس أصلا من أعمال الرسل الأقدم منه. يعني حتى المشكك نفسه اللي بيكتبه عنه هذا الشخص جون مولي نفسه ما بيجادلش في النقطة دي لأن هو عارف إن دي حقيقة. أدي نص الكلام قدام حضراتكم. فبالفعل قصص باخي أو باخوس أو ديونيسوس رغم أن بداياته يعود إلى قبل الميلاد إلا أنه لم يقل أي شيء في الأشعار بتاعتهم في الأساطير عن هذا الأمر. الكلام اللي ابتدى يقول الكلام ده بعد الميلاد بفترات طويلة. هذه مرجع تاني يؤكد هذا الأمر. يعني احنا بنقارن ما بين أعمال الرسل المثبت تاريخيا والغير متغير من القرن الأول الميلادي وبين أسطورة أحداثها مستمرة في التغيير، هي لم تحدث أصلا ولكن أوجهها الأسطورية مستمرة في التغيير حتى القرن 19. أعدم المصادر زي ما قلت اللي هو هسيود، هومير، أوفيد وأورفيك، الكلام ده كله مش موجود فيه أي تشابه مع أعمال الرسل. الإضافات الحديثة تمت فيما بعد ذلك زي ما قلت لحضراتكم. رغم أن أعتقد بداء الرد كفاية وكافي جدا، ويمكن مش مفروض أزعج حضراتكم أكتر من كده، بس معلش خلونا ندرس بعض الحاجات اللي بيدعون فيها تشابه. أكمل شوية صغيرة. يقولوا ده حوار ما بين ديونيسوس لكوروس، رغم أن لما هندرسه مع بعض هنتأكد أن هو يختلف وبشدة عن اللي قاله أعمال الرسل عن ظهور الرب يسوع المسيح لبولس الرسول سواء في أعمال الرسل 9 أو 22 أو 26، القصة اللي مذكورة في الكتاب المقدس ونركز فيها. أما شاول فكان لم يزل ينفث تهديدا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد إناسا من الطريق رجالا أو نساء يوثقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغت أبرق حول نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال من أنت يا سيد؟ فقال الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال هو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا، فنهض شاول عن الأرض وكان هو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتدوا بيده وأدخلوا إلى دمشق. ده اللي بيدعوه أن هي اتنقلت. ندرس كلام المكتوب عن ديونيسوس في حواره مع كورس. نص الكلام هو قدام حضراتكم وأنا جايبه لكم. From within the palace يعني بيقول من داخل القصر، سمعنا التحطيم والتكسير للمبنى وصوت ديونيسوس يدعو أتباعه. أولا الكلام ده ما حصلش في طريق، ده حصل في قصر. قصر كسره ديونيسوس. حاجة تانية، صاحب الصوت ديونيسوس أصوات تحطيم وتكسير ومباني وليس صوت رعد. يكمل بقية الكلام
ديونيسوس بيقول انتبهوا انتبهوا، اسمعوا صوتي يا أتباعي، يا كانتيين يا كانتيين. فالنقطة الثالثة، ديونيسوس بينادي على أتباعه، مش بينادي على شخص ضده. رابعا، بيطلب من الكل يسمعوه، مش على عكس القصة اللي موجودة في أعمال الرسل، بولس الرسول هو بس اللي سمعه. يرد على ديونيسوس كورس ويقول له مين هناك، من هناك، من هناك، إني أسمع صوت ديونيسوس، من أين هو دعاني. يعني كورس اللي أحد أتباع ديونيسوس عارف صوته مباشرة ويميز صوته. فديونيسوس يعني بينادي ناس يعرفوه، أتباعه اللي متعودين على صوته، مش شخص أول مرة يسمعه، مختلفة تماما عن أعمال الرسل. ديونيسوس يقول انتبهوا انتبهوا، إنه هو أنا ابن زيوس وسملي. فالنقطة السادسة في الاختلاف، إن ديونيسوس يعرف نفسه بأنه ابن زيوس وسملي، ده ما حصلش في قصة ظهور المسيح لشاول. كورس يرد عليه ويقول له انتبه انتبه يا سيدي يا سيدي، تعال إلينا ديونيسيوس سيدي. يعني كورس بيطلب، دي النقطة السابعة في الاختلاف، ان يأتي إليهم، وده يخالف قصة أعمال الرسل. بولس الرسول ما كانش يعرف المسيح أصلا وقتها. ديونيسوس يقول حرك الأرض، حرك، هز أرضنا المحبوبة، حرك وحطم المباني. يعني النقطة التامنة في الاختلاف، ديونيسوس والقصة الأسطورية بتقول إن هو حرك الأرض وهزها وحطم المباني كتيرة، ده مخالف لأعمال الرسل. المسيح ما عملش الكلام ده في أعمال الرسل، ما حطمش مباني ولا قصور ولا غيره. النقطة التاسعة في الاختلاف، لا يوجد دليل تاريخي على تحطيم المباني دي. كورس يرد ويقول اسرع يا بنثيوس، القصر تحول لحطام، وديونيسوس في الحطام، صلي له، آه أنا أصلي لديونيسوس. انظر الأعمدة الحجرية والقطع الحجرية، انظر كيف تحركوا من مكانهم. ديونيسوس يدعو هناك في مكان ما تحت سقف القصر، القصر اللي اتحطم. فالنقطة العشرة في الاختلاف، ديونيسوس حطم قصر بتاع بنثيوس وظهر في الخرابة مكان تحطيم القصر، ده ملوش دعوة بأعمال الرسل على الإطلاق. يكمل نص كلام ديونيسوس، الصاعقة تضرب وتضيء مشاعلكم، ولكن غرف بنثيوس أن تشتعل، الضوء على قبر سيملي ينطلق في ثانية. فالنقطة الاختلاف الحداشر، إنه يتكلم عن صاعقة بتحرق وبتدمر، مش برق بينور. النقطة الثانية عشر في الاختلاف، البرق أضاف فوق قبر أمه، ده يخالف أعمال الرسل اللي ما فيش كلام عن الموضوع ده تماما. كورس يرد، آه هل رأيتم الشعلة على قبر سيملي المقدس؟ في لحظة شعلة مضيئة أضاءته مع صاعقة زيوس، ألقي أجسادكم المرتعشة إلى الأرض ألقوهم. يعني الأسطورة هنا بتتكلم عن قبر سيملي المشتعل بالصاعقة والنار، طبعا ده ملوش دعوة بأعمال الرسل في شيء. رابعا، ورابع عشر مطالبة بأنه الناس ترمي نفسها على الأرض وتنطرح على الأرض، وده عكس قصة المذكورة في أعمال الرسل. يكمل نص الكلام، سقوط كورس حول القبر في خشوع بعد وقفة قصيرة، أبواب القصر فتحت، ودخل ديونيسوس بالكاد يلمس الخرائف في الداخل. فالنقطة الخامسة، أنه ديونيسوس ظهر في القصر المتحطم من أبوابه، ده يخالف أعمال الرسل، وكلهم شافوه وكانوا معاه. ديونيسوس يقول أعزائي الليدينيين، هل أنتم خائفين لدرجة أن تسقطوا مرتعدين على الأرض؟ يبدو أنكم لاحظتم أن ديونيسوس قد حطم بيت بنثيوس، هيا قفوا وإظهروا بعض الشجاعة وانفضوا بعيدا رعشة أجسادكم. فنقطة الستة عشر في الاختلاف، انه ديونيسوس بيكلم كل اللي موجودين، كل اتباعه اللي موجودين في هذا الموقف، ده ما حصلش في اعمال الرسل. كورس يقول كم هو لامع ضوء فرحتنا، كم نحن سعداء بان نراك، لا نطيق اكثر من ذلك. فالنقطة السابعة، انه ضوء ده جزء من ضوء فرحتهم. كورس يقول نحن لم نعد بلا حماية من الان. فيرد عليه ديونيسوس ويقول هل كنتم حزانا عندما أخذوني وطرحوني في سجن بنثيوس أعزائي؟
فنقطة 8 10 بيسأل كورس هل كان حزين والباقيين اللي كانوا معاه حزانة عشان ديونيسوس اتسجن في سجن بتاع بنثيوس؟ الكلام ده ملوش دعوة بأعمال الرسل تماما. فكورس يرد عليه: كيف لا نكون حزانا؟ فمن يكون حمينا لو أنت سقطت في بعض المصير الصعب؟ ولكن كيف تمكنت من أن تحرر نفسك من قبضة هذا الإنسان الصعب؟ نقطة 19 في الاختلاف، كورس بيتساءل إزاي ديونيسوس خرج من السجن؟ ده ملهوش دعوة برضو بأعمال الرسل. ديونيسوس يرد ويقول: بسهولة، حررت نفسي بسهولة. فكورس يرد عليه ويقول: ولكن ألم يكن هو قد قيد يديك بحبل معقد سميك؟ فالنقطة 20 في الاختلاف، كورس بيتساءل إزاي ديونيسوس أخرج نفسه من السجن رغم أنه كان مقيد بالحبال. وبعد مش هطول على حضراتكم عشان الوقت، يعني ما اخدش وقت منكم أكتر من كده. يكمل القصة بأسطورة إزاي ديونيسوس بقى أخرج نفسه من السجن، وإزاي إن هو كان بيخدع بنثيوس ويخيل بنثيوس يهيئ له أشياء، وإن بنثيوس يتخيل إن هو كان بيقيد إيدين ديونيسوس رغم إن هو ما كانش بيقيدهم، وإن بنثيوس ده اللي بعد كده هيتجنن، وبعد كده هيتحول شكله هيبقى زي شكل حيوان، وأمه هتقطع رجله، والكلام ده كله من الخرافات دي كلها. بأمانة بأمانة I really mean it. واللي عايز النص بالكامل أنا جايب النص بالكامل قدام حضراتكم وتترجم بعض الأجزاء منه. فين التشابه مع أعمال الرسل وظهور الرب يسوع المسيح لشاول؟ I really mean it. فين التشابه؟ إزاي واحد بعد كل ده يقول بصوا متشابهين إزاي؟ فين التشابه؟ مش عارف. يقولوا التشابه في البرق، ده ظهور وده برق بتاع ديونيسوس بيولع يشعل حرائق ويدمر مباني ويكسر. يقولوا التشابه في سقوط البشر، هنا البشر بإرادتهم رموا نفسهم على الأرض عشان ظهر لهم ديونيسوس اللي يعرفهم اللي يعرفوه، ولكن هنا ناس اترمت على الأرض من الخوف من شدة الضوء، لكن ما كانوش سمعوا شيء ولا شافوا شيء. ثلاثة، يقولوا إن هو صوت إلهي خفي، ده غير حقيقي، ده هم شافوا ديونيسوس وهو خارج من باب القصر اللي اتكسر واللي دمره. أربعة، يقولوا صوت يكلم بشر باسمهم. أولا ده مختلف، لأنه ده بيكلمهم وهم عارفينه وهو ظاهر لهم، أما في أعمال الرسل قصة مختلفة عن ذلك، هم ما سمعوش أصلا. وهي أي حد ينادي حد يبقى معناها مقتبسين من بعض. يقولوا ناس تتساءل، والحقيقة مش عارف أقول إيه، كم حوار بالذمة في العالم ذكر فيه تساؤل؟ هل أن قصة ظهور المسيح لشاول فيها تساؤل؟ شاول بيسأل المسيح مع أي قصة تانية اتكتبت فيها تساؤل يبقى معناها منقولين من بعض. بيقولوا أنه زي ما الله يعرف نفسه هنا بيعرف نفسه، لا، السياق الحوار مختلف تماما. ده هو بيقول أنه هو ابن زيس وسملي وآد البرق وآد الرعد والكلام ده كله. يقولوا الأمر بالوقوف، لكن ده يختلف تماما مع قصة شاول، لأن هنا للجموع والتاني كان لشاول بس. يقولوا متشابهين في رؤية الله، لكن الحقيقة لا، اللي موجودين في أعمال الرسل فيما عدا شاول ما شافوش ربنا، بل بالعكس لو اختخدوا بالكم من هم كلامهم متضارب في النقطة دي، يعني كذبهم بيتضارب. نقطة 8 تخالف نقطة 3 اللي ادعوها، اللي هي أنه صوت إلهي خفي بدون ما يروه. واخدين بال حضراتكم؟ نقطة 9، يقولوا رد الفعل الخضوع، ده يختلف تماما. قصة اللي مع شاول ما سمعوش شيء وما سمعوش وما شافوش حد، وقعوا على الأرض، وشاول نفسه كان في لحظة ذهول، ما كانش في رد فعل الخضوع إلا لما حصل موضوع العمى والقصة بعد كده وحنانيا وغيره. العشرة، يقولوا تشابه مع حبس بطرس. لا، مفيش تشابه. بطرس الرسول لما اتحبس اللي خرجه من السجن ملاك. ديونيسوس ده بالخدعة جنن الملك، فالملك كان يفتكر ان هو بيربط ايدين ديونيسوس بحبل، هو ما بيربطش، واتجنن الملك.
فين التشابه؟ يقولوا تشابه في سجن أتباع الإله. الأسطورة هنا بتتكلم على سجن ديونيسوس نفسه مش سجن أتباعه. وأتساءل كم مليون شخص اتحبسوا لأجل معتقداتهم. الغريبة إن بعضهم وصل من التمادي قال لا ده مش بس أعمال الرسل خد من قصة ديونيسوس، ده كمان العهد القديم، العهد القديم اللي مكتوب قبل ديونيسوس. قالوا زي حلم يوسف وحزقيال 1 ودانيال 10 وإشعياء 6 وأرميا 1. الحقيقة طب اثبتوا الكتابات دي إن هي أقدم من العهد القديم. معايا؟ أنتوا بتدعوا حاجة متاخدة من حاجة، مش تثبتوا مين هو الأول، مين الأقدم ومين الأحدث. نقطة أخيرا، يعني سامحوني فلسفية شوية، بيدعوا تشابه بعض التصريفات وبعض الألفاظ والأفعال، ويقولوا أهو دليل إن المتشابهين إن هم هتلاقوا ألفاظ واحدة. ندرس الموضوع ده مع بعض باختصار شديد. يصطادوا من مسرحية، نص مسرحية بالكامل، جملة وليس حتى جملة، ممكن يصطادوا كلمة واحدة ويقولوا متشابهين. أنا ليا سؤال، هل الألفاظ اليوناني قاصرة فقط على الكتاب المقدس؟ يعني الألفاظ الكلمات والأسماء والأفعال اللي استخدمت في الكتاب المقدس باليوناني ممنوع أنها كانت تستخدم في أي كتابات أخرى؟ فهمني؟ دي لغة بالظبط، الفعل أو الاسم أو غيره يستخدم بأكتر من طريقة في أكتر من مكان، دي لغة أكيد هتستخدم. هل معناها عشان اتكتبت في الكتاب المقدس باليوناني في العهد الجديد ممنوع أن هي تستخدم في أي عمل شعري أو غيره، وإلا أتهم الكتاب المقدس بالنقل منها؟ بالزمن ده يعقل؟ دي حيادية، دي دراسة فعلا محترمة. ندرس مع بعض. قالوا إيه؟ قالوا بصوا، الكتاب المقدس يشبه اللي هو أعمال الرسل، يشبه قصة ديونيسوس في لفظ محاربين. سو كم مرة استخدم لفظ محاربين؟ زي ما يقول لألا توجدوا محاربين لله. الموجود في ديونيسوس اللفظ مختلف والتصريف مختلف، يحاربوا ضد الله، وتكررت عدة مرات. التصريف اللي جه في أعمال الرسل هو لفظة واحدة، كلمة واحدة، محاربين. أما اللي جه في قصة باخوس أو ديونيسوس دي جملة من 3 كلمات. فين التشابه؟ تعبير ينفث. قالوا بصوا، أعمال الرسل قال ينفث وباخوس قال ينفث، يبقوا متشابهين. يا سلام، العهد الجديد استخدم 6000 وشوية كلمة يوناني، لازم هيكونوا اتكتبوا في حتة تانية، دي لغة يوناني. فيقولوا اهو يتشابه مع اللي هو قصة اللي هو ديونيسوس مع بينثيوس في كلمة breathing out، رغم الاثنين مختلفين. فأعمال الرسل بيتكلم ان هو ينفث تهديدا، اللي هو شاول قبل الإيمان، اما ده يقول ينفث شغفا، مختلفين عن بعض. ثاني حاجة، تعبير ينفث ده تعبير مشهور بيستخدمه كتاب كتير، فهل لأنه اتكتب في أكتر من عمل معناه أن كل الأعمال اللي مذكور فيها هذا اللفظ يبقى أخذوا من بعض؟ جملة فسقطت السلسلتان في أعمال الرسل 12:7 من يديه، قالوا أن هي تتشابه مع ديونيسوس، رغم أنه في ديونيسوس يقول كل السلاسل بنفسها فكت من أقدامهم والمسامير انحلت من الأبواب بدون يد بشرية. التعبير ألفاظ وأفعال بتصريفاتها مختلفة، مع ملاحظة أن كل الكلام اللي بيتقال هنا هي قصص حديثة بعد الميلاد. يعني لو حد خد هيكون الأساطير اليونانية من بعد القرن الثاني والثالث وما بعده هي اللي خدت من أعمال الرسل. تعبير اللي هو يظهر مناديا بآلهة غريبة، يقول هبص متشابه مع ديونيسوس نيو ديتي. أولا التعبير اللي عند ديونيسوس بيقول إله جديد وليس آلهة غريبة.
ثانيا الكلام في الناحيتين هو في أثينا اللي مشهور فيها تعدد الآلهة، عشان كده لما سمعوا كلام معلمنا بولس الرسول فكروه بيتكلم على آلهة غريبة كعادتهم، لكن معلمنا بولس الرسول بيكلمهم على الإله الوحيد الخالق، ليس تعدد آلهة مثل أسطورة ديونيسوس. ادعاء تاني وهحاول أخلص علشان أنا عارف طولت على حضراتكم وأترك لكم الحكم. في سفر أعمال الرسل 17:26، لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأنه به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعراءكم أيضا لأننا أيضا ذريته. ادعوا أن هو يتشابه، قالوا بصوا في قصة دينيسس بيقول أنت لا تعرف أن كنت تعيش أو ماذا تفعل أو ماذا تكون. بسمة دولة متشابهين مع اللي اتذكر في أعمال الرسل، أنت لا تعرف إن كنت تعيش أو ماذا تفعل أو ماذا تكون، مع الكلام ده لأن به نحيا ونتحرك ونوجد. فين التشابه؟ ده لا لفظ ولا معنى. لأن به نحيا ونتحرك ونوجد يتشابه مع أنت ما تعرفش إذا كنت أنت عايش أو ماذا تفعل أو ماذا تكون. حتى معلمنا بولس الرسول كمان بيقول الكلام ده هو مقتبس من أشعار شعراء أثينيين. رغم أن لا يوجد تشابه، ولكن حتى لو وجد تشابه ده تشابه لأنه شعر معروف عند الناس كلها. ادعاء وجود اسم ديونيسوس في أعمال الرسل، طب ما في ناس كتير أطلق عليهم الاسم ديونيسوس، بس اللي بيتكلم عنه أعمال الرسل اللي هو ديونيسوس الأريوباغي ده شخص حقيقي مش أسطوري، ده شخص حقيقي كان عايش باسم ديونيسوس الأريوباغي. أمنوا على إيد معلمنا بولس الرسول. اسم دينيسوس اسم أثيني مشهور في هذا الزمان، زي ما حد يسمي نفسه دلوقتي عماد. لكن أعمال الرسل المميز الدقيق وضحوا بيتكلم على مين، بيتكلم على ديونيسوس الأريوباغي، شخص محدد في مكان محدد في زمان محدد. ادعاء تعبير طرفوس مناخس، وده تعبير دارج جدا من الأمثلة الشائعة اللي هو المنخاس اللي يوضع علشان الحيوان يمشي في خط مستقيم، ولو حاول الحيوان يرفص عشان يهرب المناخس دي تؤلمه جدا، فالحل ان هو لازم يمشي في طريق مستقيم. المنخاس اللي هو الجزء الحديد اللي بيوضع في نهاية العصاية اللي بيستخدموها للحيوان أثناء الحراسة الحرافة اللي هو يعني يحرس الحقل. فكون استخدام مثل شائع في أعمال الرسل ده مش أمر غريب، ولكن الأهم مين؟ الأقدم أعمال الرسل، هو ده الأهم، إن الأقدم مين فيهم؟ أعمال الرسل اللي عندنا مخطوطات ليه من القرن الثاني الميلادي وما بعده، واقتباسات الآباء من القرن الأول والثاني وما بعده. هل ناخد الكلام ده ولا ناخد أسطورة ديونيسوس إن الكلام ده اللي اتضاف إليها في القرن الثالث والرابع والخامس الميلادي؟ أسيب لحضراتكم الحكم، أسيب فعلا للقارئ الأمين الحكم بنفسه على ادعاء التشابه اللي أعتقد واضح في رأيي إن لا يوجد أي تشابه. فده اللي بيعملوه المشككين، بيحاولوا بأي شكل بس عشان يهاجموا المسيحية، بعضهم لغرض الهجوم، بعضهم لغرض التربح في الكتب اللي بيبيعوها وبيوصل ربحهم مئات الألوف وأحيانا ملايين، I really mean it. بيعملوا كل هذه المحاولات عشان يهاجموا أكتر، عشان كل ما بيهاجموا أكتر كتبهم بتبيع أكتر فيربحوا أكتر، هذا اللي بيحصل. ربنا يحافظ على أولاده من كل مكان من العثرات. للأسف الهجوم الشيطاني بالأنواع المختلفة دي زاد، لكن أكيد ربنا الذي لا يترك نفسه بلا شاهد يقدر يحافظ على أولاده. ربنا يبارك حضراتكم بكده أعتقد.